بدأ لها رسالة مطولة من صفحتين، ما في هاتين الصفحتين قضية تخص عمل المرأة في الطيران، ولا سيما إذا كانت كثيرة الترحال والانتقال والاختلاط أيضا بالرجال، وتقول إنها ابتليت بذلك من نوع من العمل فتركته لما فيه مما أسلفت في المقال، وتقول إلا أن عليها ديون، وتسألكم التوجيه شيخ صالح بماذا توجهونها وكيف يكون الحال لتسديد ديونها وعملها أيضا، جزاكم الله خيرا. هذه المرأة أحسنت في تركها هذا العمل الذي يوقعها في محاذير، فهي أحسنت إلى نفسها وتكون قدوة صالحة إن شاء الله لغيرها في ترك هذا العمل. والواجب أن المسلمين لا يتشبهون بالكفار في مثل هذا، بل على المسلمين أن يجعلوا في خدمة الطيران من الرجال الذين يتحملون الأسفار ويتحملون الخدمة وليس فيهم فتنة، هذا هو الواجب. الواجب على المسلمين أن يستقلوا بشخصيتهم ومعنويتهم وأن يكيفوا أمورهم على حسب أمور دينهم، وأن لا يقتدوا بالكفار في أعمالهم وتجنيدهم المرأة وتحميلها ما لا تطيق من هذه الأسفار ومن هذا الاختلاط ومن هذه الفتنة. وأما ما ذكرت من الديون، الله جل وعلا ييسر لها، عليها أن تعمل الأسباب لقضاء هذه الديون، إما بأن تشتغل في عمل يناسبها، وظيفة تناسبها ولا يحصل فيها فتنة، والأعمال النسائية كثيرة ولله الحمد، وإما بأن تعمل حرفة من الحرف التي تحسنها كخياطة الثياب وغير ذلك من الأعمال النسائية، فعليها أن تلتمس طريقا للكسب الحلال الذي يتناسب مع أنوثتها ومع حرمتها وكرامتها. والأعمال النسائية كثيرة ولله الحمد، إما في المجال الوظيفي وإما في المجال الحرفي المناسب للنساء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.